في التوازن فانا داخل حتى كل واحد يعرف انا شيخان افغاني. السلام عليكم كل واحد. ما بدك يعني يرجع عليها بيت، يعني في حتى يعيد مره ثانيه وثالثه، يعني ما يقدر، حتى حتى حلوه جميله عندنا قبر فيها كل شيء. اشكي للخير من يوم انا صغير. لحد هذا اليوم فتحت هذا المشروع، اللهم لك الحمد، ومشروعي الحين من اكبر المشاريع في حتى. اكثر شيء حلو في حتى المناظر. حلم من احلامي اني اكون طياره. كلهم كانوا يقولوا لي بس ليش تسوق يعني سيكل؟ اليوم ما شاء الله كل بيت اقل شيء فيه 3 دراجات هوائية. عشان هواية بديت طلع مركب من خلية واحدة، لين الحين وصلت 950 خلية. هذا يا رب مزروعة منذ الصغر، عاداتنا وتقاليدنا وحلالنا، كل ما طلعت بالجبال هو كل ما ارتفعت كل ما شفت المناظر أجمل. السلام عليكم. متواجدين حاليا في مدينة حتى الجميلة في إحاطة إعلامية مميزة وغير مسبوقة. مثل ما تعرفون أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2021 هو عام 50، احتفاء بمسيرة 50 عام مضت واستعدادا ل50 عام القادمة. طوال هذا العام عمل فريق كبير من شتى المجالات والجنسيات على إعداد احتفالية تليق باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، واليوم بيخبركم بعض من أفراد هذا الفريق عن استعداداتهم للاحتفالات الثانية من ديسمبر، من الهوية البصرية والموسيقى والإخراج الإبداعي والبحوث وانتهاء بالعملية. شكرا عيسى. السلام عليكم، وياكم خلود شرفي من شركة تينكا، الفريق المسؤول عن تصميم الهوية الرسمية. بدينا عملية التصميم وطرح سؤال مكان كيف نقدر